السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يلا بالمناسبة بقى الحلوة دي، احب اشكر في البداية سرتي زوجي حبيب اللي دايما واقف في ظهري. سنة انت طيبة يا احلى وارق واطيب ام في الدنيا. له فضل كبير جدا عليا، لو قعدت طول العمر اشكره مش هعرف اوفيه حقه. ولادي حبايبي سندي في الدنيا اللي بحس ان انا ماليش غيرهم، ربنا يبارك لي فيهم، من غيرهم ما بعرفش اتحرك اصلا، تحسوني انا اللي بنتهم مش هم اللي ولادي. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وحضرتك طيبه، ربنا يخليكي لينا وما نحرمش منك ابدا. كل سنه وحضرتك معانا يا احلى ام في الدنيا، ربنا يخليكي. كل الناس ليهم فضل كبير عليا. اسرتي التانيه بقى اللي هنا في القناه، اللي بجد بجد والله العظيم بحبهم جدا جدا. اكبر راس لاصغر حد في القناه، بجد ليهم مني كل الشكر والحب والتقدير. لينا كلنا ان احنا نطلع نعمل الحاجه والوصفات على اكمل وجه، بحيث ان كنتوا تستفيدوا اقصى كم من المعلومات، فده بيأثر علينا علشانكم انتوا، عشان عايزين كل حاجه تبقى يعني 10 على 10. كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما في سعادة وحب. كل حبايبي وزمايلي وكل اللي موجودين ورا الكاميرات وفوق في الإدارة والناس اللي في الكنترول، مخرجينا الجمال جدا، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب.